أعرب محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر عن أمله في أن يقتدي مدير المدارس والثانويات بأقرانهما المبدعين في هذا المجال، مشددا على ضرورة اقتران الاهتمام بالعملية التربوية والتنظيمية على حد سواء، منتقدا في الوقت ذاته عدم متابعة مديرية تربية المحافظة لاحتياجات المدارس وتحفيز إدارتها لتقديم الأفضل وابتكار الوسائل التي تنهض بمستوى المدارس. جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لثانوية القحطانية في قضاء الضلوعية واطلاعه على سير العملية التربوية فيها. وجه الدكتور عمار جبر بتلبية احتياجات ثانوية القحطانية كافة كونها نموذجا مشرقا مثنيا على جهود إداراتها، وموجها لهم الشكر والتقدير على دورهم في رفع المستوى العلمي فيها. ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على العمل والجهد المتميز لخلق جو ملائم للدراسة، وهي حالة يجب عدها قدوة لباقي المدارس. وقال أننا نريد مواصلة هذا الإصرار ولن نريد له الإحباط مع قادم الأيام. والله يا استاذ كبنا نحتاج الى مختبرات حاسوبه.